باك باك سيانتيفيك سيانس و ماركتينغ. جمعت الباك سيكسيون انفو و الجمعة الجاية جمعة دافع ان شاء الله. الصوت ما فيش و يقولو نحنا كلي كو كل كيما المرة اللي فاتت واضح. الليتر ما حاليا ما دبرتش الجروب تو كي نوصل ندبر الجروب ان شاء الله بحول الله نبدا. لا لا يا معتز مش ريفيزيون كونترول لا بيه الاكزرسيس المرة اللي فاتت اون برانسيب هذا اول اكزرسيس باش نحكمو مع بعضنا باش نعملو الكوريكسيون. بيه شنو قالك في الاكزرسيس الاولاني؟ قالك بور شاك اوبيراتور دوني سون ايكيفالون اون بيتون اي بور شاك اكسبرسيون دوني لو ريزلتا كوريسبوندون. قريناه احنا الكور الماضي فات باش نبقى نعمل في ريفيزيون نراجعو فيه. توا دونك شنو طلب مني؟ عطيك لوبيراتور اون الغوريتميك وباش تحولها انت اون بيتون. البليس البليس باش تبقى بليس ما تبدلش في البايثون. واضح دونك بليس هي بليس 5 مع 6 الريزلت قداش اللي هي 11. هذه الاولانية لو موان في البايثون باش تبقى موان 4.5 الا 2.5 هذه برشا غلطوا فيها. انت طرحت 2 ريال دونك النتيجة شنو باش تجيني؟ ريال الا ريال باش تعطيني ريال مش باش تعطيني 2 مش باش تعطيني 2 باش تعطيني 2.0. واضح لانه ريال كي نطحو ريال من ريال تعطيني 2.0 ما تعطينيش 2 يا جماعه برشا غلطو فيها. الديفيزيون ريال هي سلاش في البايثون باش تبقى سلاش واحده كيف كيف 12 على 4. اش قلنا نحن على ديفيزيون ريال هذه يا جماعه؟ قلنا النتيجه نتاعها كي نرجعوا للكور اللي مراجع الكور نتاعو اللي قريناه الحصه اللي فاتت 12 على 4 تعطيك ريال هذا نتيجة ريال. دونك 12 قداش فيها من 4 فيها 3 دونك ما تعطيكش 3 تعطيك 3.0 دونك كيف ريال ترجع لك السلاش هذيك. المود في البايثون شنو قلنا هي البورسون بورسون تولي يعني شنو المود شنو قلنا عليها المود هي الريس دو لا ديفيزيون 11 بار 4 كي نقسم 11 كي نقسمو نحنا 11 لهنا لحظة كي نقسم 11 يا جماعة على 4 قداش فيها؟ فيها 2 وشنو باش يبدلو؟ باش يبدلو 3 دونك لهنا النتيجة نتاعي 11 مود 4 هي 3 يعني باقي القسمة حكينا فيه هذا الكل زاد جيت توا نعمل في الاكزرسيس الديف الديف شنو في البيتون شتولي؟ دوبل سلاش وربعة 11 ديف 5 حداش على 5 حداش قداش فيها من 5 2 دونك النتيجة نتاعي تعطيني اون في 2 هي القسمة الأقليدية بي لهنا ديفيرون في البايثون شتولي تولي نقطة تعجب إيجا نقطة تعجب إيجا 12 هل أنها ديفيرون دو 12 لأنه باش تحسب أنت البارونتيز اللي في وسط البارونتيز شنو 10 مع 2 12 هل أنه ال 12 مخالفة ديفيرون دو 12 لا دونك باش ترجع لك فوق يعني غلط لاني ال 12 ايجال 12 مش ديفيرون ليه الانفيريور وايجال اللي كاش تتولي في البايثون انفيريور وقدامها ايجال في البيتون هل اني 4 انفيريور وايجال 4 بري دونك تعطيني بري اللي هي بري تنجم تكتب بري ولا ترو ب الابارتيان شتولي في البيتون كولي ان
فولز ولا فوز؟ زوز ها يا ودي الزوز ده شنو الفرق انك تكتب بالانجلي ولا بالفرنسي؟ بين في البيتون ابارتيان تولي تكتب اللي تحب، هل تكتب فولز ولا تكتب فوز زوز ها؟ الابارتيان هي اين في البيتون؟ هل اني الخمسة موجودة لهنا؟ موجودة في الانسومبل هذه هي موجودة، دونك شنو واش ترجعنا؟ ترجعنا بريزيد. راهو تنجم تكتب ترو عادي، ليش عندها اشكالية هنا؟ انا اكتبهم الكل ترو، مثلا ترو الكل فولز، هذه تكتب زد فولز، هذه تكتب ترو، يعني اختار انت يا تكتبها بالفولز والترو يا تكتبها بالفري والفو. الايجال تيست ديجاليتي تولي دوبل ايجال في البيتون، ولهنا 1 بيس 2 تعطيك 3 و 3 موان 0 تعطيك 3. هل اني لهنا 3 ايجال 3 فري دونك تعطيك 3. ريال موان اونتي بالطبيعة تعطيك ريال لأنه الريال هو الأرض. هذا الإكزارسيس الأولاني، شكون عنده كيستيون يا جماعة؟ شكون مش فاهم حاجة في الإكزارسيس هذا؟ شكون مش فاهم حاجة في الإكزارسيس هذا؟ خلينا نعاود نفسرها. الإكزارسيس اللي بعد اللي هو مش لقدر تبارتي فين يعني لقدر ب لهنا شغل كومبليتي لو تابلو سويفون بار لانستركسيون الغوريثميك ان بيتون لا فالور دي لو تيب دو اكس. لهنا شنو عندي العملية لهنا؟ شنو الأولوية لشنو؟ أول حاجة باش نبدلها الانستركسيون في البيتون، باش تتولي لي x إيكال هكا الرسوا في البيتون ما قريناهاش أنا، رسوا تولي إيكال 15 بلس 3 فوا 2 بلس 5. الفالور دو x بالطبيعة لهنا الأولوية لشنو في المات نعرفوها هذي؟ الأولوية لعملية الضرب، دونك 3 في 2 باش تعطيني 6، 6 مع 5 باش تعطيني 11، وزيدها 15 باش تعطيني 26. واضح؟ باهي. العملية الثانية البيبون تاعها شنو؟ x إيكال نخلو قوس 18، المود تولي بورسون في البيبون 5، وكل ديفيزيونية تبقى نفس على 2. باهي. كي نقسم 18 على 5، 18 على 5 قديش فيها من 5؟ 3، تجيني 15. كي نطرحهم تفضل 3، دونك ال 18 هو باقي القسم، 18 على 5 باقي القسم هو 3. 3 كي نقسمها على 2 ديفيزيون، هذه شنو نوعيتها؟ ديفيزيون هي، دونك النتيجة باش تجيني بالفاصل. 3 على 2 تجيني 1.5. واحد ولا تيب نتاعها فلوت يعني ريال 1.5 مش 1.2. باهي، كي نقولو فلوت يعني ريال، كي نقولو انت يعني اونتي. باهي، اعطاك العكس تو، اعطاك الانستركسيون في البيتون انت باش تردها الغوريتميك. اول حاجة اكس ايكال تولي اكس رسوا، رسوا اونتر بارونتيز 3 مود 5 البورسون هي المود، والدوبل سلاش اش قلنا؟ كان ترجع للتابلو تقول لك ديف ديف دو، دونك ها هي الانستركسيون. توا باش نعملو العملية نتاعنا 3 على 5 كي نقسموها على 5، 3 3 قداش فيها من 5؟ 0 والفاضل 3، دونك 3 مود 5 يعني الباقي القسم انت 3 على 5 هو 3، و 3
على 2 يعني الـ في المرة دي ستعطيني 3 قديش فيها من 2 هذه الـ بتعطيني 0 ما بين الزلطة تعطيني 0 مضمتين دونك 3 قديش فيها من 2 1 الزلطة هنا تجيني 1 والنتيجة الـ بـ X هو أنتي اللي هو N واضح؟ العملية الأخيرة اللي هي الانستركسيون هذيك الـ X إيجال X إيجال ABS الـ ABS تعمل الـ Valor Absolute قيمة نقطة متاع موان 12.5 بلوس 3 الـ ABS شنو باش تعطينا هذي؟ باش تعطيني 12.5 12.5 وزيدوها 3 باش تعطيني 15.5 النتيجة نتاعي فاصل والتيب لو واضح شكون مش فاهم انستركسيون من هذا كان نعاود هذا باش نعرف 15.5 عاودت لنا الأولى الأولى يا جماعة الأولى عاد سهلة هذي باش تحسب 3×2 أولوية العملية الضرب الأولوية العملية الضرب 3×2 باش تعطينا باش تعطينا 6 ولا 15 مع 6 قداش باش تعطيك 21 وزيدهم 5 26 ها ويني 26 النتيجة اش معنى التيب سكيلر التيب فورتوني ما قريناهمش نحنا أنا ما بربي يا جماعة ما تبدوش تسبقوا في الأحداث اللي حاجته يكمل معانا بالمراحل نبدو من الزيرو نحن ماشيين اللي مش ما حاجتوش معناها باش يبدا يسبق حوايج مش ناقرينها يكملوا السيونس وقتها كي تحب تسأل في حوايج أخرى أما توا اسألني على لي زيكزارسيس اللي نخدمو فيهم وإلا الكور اللي نقرو فيه التيب فسرته المرة اللي فاتت السيونس بربي اللي مش حاضر للسيونس الأولى يمشي يعاود يقرا السيونس الاولى يتفرج عليها في اليوتيوب حكينا لي تيب اللي موجودين شنو هما لي تيب قلنا فسرتهم في الفيديو وبدينا في لي تيب نيميريك حكينا في لي زونتي والري حكينا فيهم اللي نقرا فيهم احنا تو اش معناها دونك بربي يا جماعة سبحان الله راني ما وصلنيش لطونكو انا اعتبر روحي ما قريتيش تو طونكو ما قريتش حاجة ما نكسرهاش باهي يا جماعة نواصلوا سبحان الله الثانية الثانية هي شنو هي 18 مود 5 على 2 ال 18 مود 5 على 2 18 المود هذه شنو هي باقي القسمة يا جماعة فسرناها المرة اللي فاتت راه مش نبقى نعاود في الكور كل مرة اللي ما تفرجش بربي للسيونس الأولى يتفرج ومن بعد يشوف الكور هذا لأنه كي أنت مش فاهم البارتي الأولى مش باش تفهم لي باش نحكي لهنا المود هي شنو هي باقي القسمة دونك باش نعمل العملية نتاعي لهنا كي عملت اش عملت عملت قسمت 18 على 5 18 على 5 قداش فيها من 5 تروى والباقي الباقي هو التروى الباقي هو اللي نحكي عليه هو المود يعني الباقي القسمة هو المود دونك 18 مود سالم باش تعطيني 3 ولا العمل البارونتيز هذيا الكل باش تعطيني 3 على 2 كي نقسم 3 على 2 في الكالكيلاتريس قداش باش تعطيني تعطيني 1.5 واضحة الحكاية باهي يا جماعة شكون مش فاهم حاجة هنا باهي نتعرفوا اللي قداش اللي بعد اللي هو هاي مش اللي قدر في السبارتي دي بعد تروزين اخر سيونس اذا واحد ما فهمش هوا نزيد يسألني كم بس بي لهنا شنو قلت لكم المرة اللي فاتت قلت لكم راك باش تحط لهنا اكس
ولهنا إجريز ولهنا زد. كل فالور متاع شنو؟ كل واحد فالور متاع الإكس، واحد من فالور متاع الإجريز، واحد يعني كلهم خاص بالإكس وكلهم خاص بالإجريز، وكلهم خاص بالزد. ليه؟ أول حاجة أول انستركسيون شو معناها تراس انستركسيون؟ معناها تورناج لاماك، يعني أنت باش تخدم البروجرام انستركسيون بار انستركسيون، كل انستركسيون تشوف شنو النتيجة نتاعك، شنو حطيت في الإكس ولا في الإيكغريك ولا في الزد، تحسب العملية نتاعك بلغة أخرى. باهي لهنا الإكس لو درس والديس شو معناها؟ معناها تحط لي العشرة في الإكس، دونك تمشي تحت الإكس تحط عشرة، الآخرين ما تلمسهمش لأنهم مازال ما فيهم حتى شيء. باهي من بعد عندي الإيكغريك رسواد، الإيكغريك فيها اثنين، شنو باش تعمل؟ الإكس تخليها عشرة لأني ما تبدلتش، وتمشي تحت، تمشي تحت الإيكغريك تحط فيها اثنين، هذه صعيبة بربي سهل. كيف كيف الزيت مازال ما فيها حد شيء، لا اللي ما فيهاش حد شيء تحط فيها مطة، أنا مازلت فيها. به الثالثة الإكس لهنا رسوال إكس القديمة مع الإيكغريك في اثنين، الأولوية لشنو؟ الأولوية للضرب ولا؟ دونك باش نضرب الإيكغريك قداش فيها تو؟ أو الفالور نتاع الإيكغريك اثنين، باش نضربو في اثنين، اثنين في اثنين قداش تعطيني؟ كات مع الفالور دو إكس قداش فيها؟ فيها عشرة، دونك عشرة مع أربعة، أربعتاش، دونك الإكس الجديدة كاتورز، والإيكغريك باش تبقى نفسها اثنين. والزيت مازال ما تحط فيها حد شيء، توا الزيت باش يتحط فيها فالور، دونك الزيت إيكال شنو؟ الإكس ديف دو بليس إيكغريك، باهي لهنا ثما مشكلة يقعوا فيها برشا، أنهي الأولوية للديف ولا للبلوس؟ أرجعوا للكور اللي قريناه المرة اللي فاتت، توا يقول لك الأولوية أنهي؟ أهي المرة البريوريتي، الديفيزيون ديف هي الأولى قبل قبل بليس، أواني المرتبة الثالثة هي الأديسيون الجمع، والمرتبة الثانية ديف، دونك أنت في الإكزارسيس لهنا ما عندكش الحق تعمل دو بليس إيكغريك وبعد تعمل إكس ديف دو بليس إيكغريك، لا، دونك تخدم الإكس ديف دو، تخدم هذي، شفتها هذي، تخدم إكس ديف دو وبعد تجمع، لأن الأولوية لشنو؟ الأولوية للديف مش البليس، دونك إكس قداش فيها؟ آخر فالور للإكس لأنها 14، كي نقسمناها توا 14 على اثنين، 14 قداش فيها من اثنين؟ سبعة، والباقي صفر، دونك السبعة هاي، دونك إكس ديف دو قداش عطتني؟ سبعة، سبعة مع إيكغريك، سبعة مع اثنين قداش؟ باش تعطيني تسعة، دونك الزيت فيها نفس، والإيكغريك تبقى اثنين، والإكس فيها 14، باهي توا الإيكغريك شنو باش نبدل؟ في الفالور دو إيكغريك. أعطيني قوس سهل العملية، زد بلس إكس باش نجمع الموجود في الزد مع الموجود في الإكس، الزد قداش فيها؟ فيها نوت، باش نجمعها مع 14 اللي هي إكس، 14 مع 9، 23، 23 كي نقسمها يا جماعة، 23 كي نقسمها على 2 الباقي القسمة لأنه عامل لي بورسون، 23 على 2 قداش فيها؟ فيها 11، والباقي قداش؟ 1، دونك. الإيكغريك شنو باش تولي؟ باش تولي لنا واحد لهنا، دونك تسعة في الزد وواحد في الإيكغريك و 14 في الإكس، توا الزد باش نبدل الفالور تو زد في آخر انستركسيون، باش تولي لي الإكس قداش فيها؟ 14، اش كاتب لي في العملية هو؟ كاتب لي إكس في 3، باش نحسب إكس في 14 في 3 تعطيني 32 مع 4 مود 2. لهنا قلت 42 سامحوني مش 32 غلط، مع 4 مود 4 قداش باقي قسمة 4 على 2 0، دونك 42 مع 0 اش تعطي 42، دونك الفالور دو زد الفالور الاخرانية 42 والإيكغريك هو 1 والإكس هي 14، هذه هي مش معناها كورناج لما ولا إيكويسيون لما، أنت تشوف لي فاريابل نتاعك وكل مرة تبدل فيه جيسكا توصل للريزلتا فينال نتاعك، في بالي مش صعيب.
ليه؟ تعالوا الاكزرسيس اللي بعده اللي هو هذا اكزرسيس نار اللي قبلها. شنو ما فهمتش يا سيرين؟ بالطبيعة أي سيونس تتسجل ليه يا ربي تتبعوني وفهمون بلي أنا عارف ربي تتبعوا رئيسية تنفع حاجة أول فولر لهنا نتاع إكس كولون لولا إكس ثانية إيجريك ثالثة زد ال إكس لولا بديش باش تحط فيها عشرة هوني عشرة الإيجريك بديش تحط فيها اثنين الثالثة شنو باش تعمل؟ الأولوية للضرب ولا للجمع يا جماعة؟ إيجريك في اثنين الأولوية للضرب هذه عملية نتاع حساب في المال قارنة في الثالثة ولا في الثانية ابتدائي إيجريك قداش فيها اثنين تضرب اثنين في الثلاثة قداش باش تعطي اثنين في اثنين قداش باش تعطي أربعة وزيدها كل عشرة أربعتاش وين باش نحطوها ديال قطع لي في الإكس في الفاريابل إكس دونك إكس شنو فيها تو أربعتاش والإيجريك اثنين والزيد فارغة به الزيت اللي قاري بربي يا جماعة أو عامل السيونسيت هذا عملها للمستويات الكل معناها اللي قاري يعرف يعطيه الصحة والجماعة مش فاهمين يعني مش فاهمين يصبروا شوية على الجماعة الأخرين لأني كان تنوص نواصل بل مش فاهم يخرج بالواحد بالواحد يبقوا كعبتين في الأخر الزيت الزيت لهنا رسوال اكس دي في دو بليس ايجريك استخدم هذه استخدم العملية اكس دي في دو لولا قديش بها الاكس قلنا 14 كي تقسم على 2 14 على 2 قديش بها باش تعطيك 7 7 ونزيدوها كالايجريك قديش بها فيها 2 الايجريك 7 مع 2 تعطيني 9 دونك تحط في الزيت 9 لأنه قال لك زيد رسوة ب هذه صاي 14 هذيك وهذيك 2 وهذيك 9 توا الإيجريك عندي قوس عملية زيد مع إكس الزيد قداش فيه فيها 9 ونزيدها الإكس 14 قداش باش تجيني 23 البورسون هي ايش معناها قلنا هي المود 23 كي نقسم على 2 الباقي قديش واحد دونك الإيجريك باش تحط فيها الفالور جديد واحد زيد 9 و14 في الإكس الفالور الأخرانية زيد باش تعطيني 42 من غير لا نبقى نعاود فيها عملي ديما عندنا حاجة يا جماعة لو أي إكس مثلا شفت هنا الإكس الفالور الأولاني 10 إذا تبدلت الإكس ولت 14 مش تبقى تخدم لي بالعشرة الفالور الجديد اللي موجود في الاكس هو شنو هو العشرة يا جماعة دونك هو ال14 دونك اخر فالور هو اللي تخدم به ديما اخر فالور هو اللي تخدم به الفالور القديم يضيع باش نرجع توا للترسيس هيب باش لهنا اش عطيت كومبليتي لو تابلو سويفون بار لانستريكسيون باش تحول كومبليتون انسي كي ان فالور بوسيبل دو اكس باش تعطي مثال دونك لهنا يا جماعة ما تنسوش اش قلنا كي نستعملو الاليا اش قلنا باش تعمل الاليا من بعد البي سي شوي يولي واضح الحكاية ليكرون ها وينو قدام
علاش بعد فيه شوي هو بي البيتون شو قلنا كي نستعملوا الالية أو الحاجة الالية تعطينا فالور الياتوار وإذا فالور هو الزر دونك لأن قلت لكم ملاحظة الماضي فات وين تستعمل الالية لازم تعمل كلام فور اللي معظمكم ما خدموهاش فروم راندوم هذه لازمها تتكتب في البايثون امبورت اتوال والا امبورت رانكينج في الزوز صح هذه وتحتها تكتب ال x ايجال رانك ان انتر بارونتيز 10 فيرجيل 15 الكل بالطريقة هيك دونك اي واحدة راك باش تكتب فروم مش فروم فروم راندوم امبورت اتوال واضح اي واحدة باش تقبلها هذه لانها ما تخدمش في البيكون من غير لابورتاسيون في البيوتيك ما تخدملكش ليه يقلك الفالور دو اكس شنو ينجم يكون فالور دو اكس انت بالطبيعة باش تعطيه مثال فقط لكن باش نعطيك الاحتمالات الكل من 10 حتى لل 15 يعني 10 11 12 13 14 و15 هذوما لي فالور الكل اللي نجمو يكونوا دونك عندك قداش فالور 5 فالور 6 فالور فوالا بالطبيعة وين تستعمل الآلية تستعمل الفروم فروم راندوم امبورت اتوال ولا فروم راندوم امبورت رانكين ده الثانية يا جماعة مش تنبقى نكتب فروم راندوم امبورت اتوال تابعة يعني هذه راهي موجودة لهنا وموجودة لهنا وموجودة في الأخرانية دونك لازمة ليه مش تنبقى نعاود فيها الثانية باش تكتب اكس السوا باش تولي آلية ايجال راند ان ما بين قوسين دو فيرجيل 10 لي فالور شنو ما اللي نجمو نكون هانتوما بالطبيعة باش تعملو فالور واحد لا لا اكتب فالور واحد فالور دو اكس لهنا الاصل تكتبهم الكل مي اعطينا اكزومبل نحنا مش لازم المهم تعرف ان الفالور دو اكس ينجم يكون من 10 ل 15 لهنا لي فالور مين لمين ينجم يكون الفالور لهنا ينجم يكونوا من 2 ل 10 دونك شنو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذوما لي فالور اللي نجمو يكونوا في الثانية واضح الثالثة تو اليا من موان دو اكس ايكال ران ان من موان دو فيرجيل 10 يعني لي فالور لهنا مين منين جماعة واضحة الحكاية أول فالور هو موان دو من بعد موان زان من بعد زيرو مش تنبقى نكمل فيهم حتى توصل للعشر هذا هو الفالور نتاعي واضح الأخرانية الأخرانية شفت شو عملكم عملك موان برانية دي معناها ركزوا فيها ما تبيعوش الألياس تعطيني لهنا أول حاجة باش نكتب إكس الأخيرة إكس إيكال موان راند انت 15 فيرجيل 6 شتا تعطيني لهنا الراند انت شتا تعطيني لهنا تنجم تعطيني 15 والا 16 مي هو حط لك موان دونك الريزلتا دو اكس تنجم تكون موان 15 والا موان 16 لانه هاك الموان اللي كنت تزيد واضح العملية شكون مش فاهم حاجة في الاكزرسيس هذا هاي يا جماعة شكون مش فاهم حاجة أليا لا ذيك راهي ماشي أليا موان سيز ايش تعمل فيها كيف هو عطيك أليا كان سيز الأليا يا جماعة الأخرى الأليا الأخرانية ما حط لك موان اعتبرها مش موجودة الموان برك الموان هذي اعتبروها لهنا بربي شوف شوف سيدة الموان هذه اعتبرها مش موجودة اعتبرها كيما اللي قبلها الكل
اليا 15 ل 16 تعطيك ما باش تعطيك 15 والا 16 يا جماعه باهي نفترض عطتني 15 زيد هاك الموان اش تتولي موان 15 الثانيه عطتك 16 زيد هاك الموان تولي موان 16 دونك لي فالور اللي باش يكونوا يا موان 15 يا موان 16 واضحه باهي هذه بالنسبه للاكزرسيس هذا الاكزرسيس اللي بعده توديس ما فيهش لا اكس قليله اللي حضر الكور المره اللي فاتت يعرف ان حكينا قلنا ما يخرج حد شيء من الاليه اللي فاضل اللي كور مدخلين الكور ليه ايش قلنا لها قلنا الفالور دو اكس والتيب دو اكس باش نطلع الاولانيه الـ E انتي تطلع لك الـ E انتي لهنا باش تخلي لك الـ بارتي انتي اللي هي 5 دونك الـ E انتي باش تعطيني 5 الأولوية للضرب لهنا باش تعطيني 3 في 2 قداش 6 وعندنا 15 مع 5 20 و 6 26 النتيجة لهنا باش تعطيني الـ Value of the X الأولى والتيب شنو؟ انت سيتان انتي تحب تكتبها بالـ Python ولا تكتب أنا الالغوريتميك تكتب انتي ولا انت صحة باه كيف كيف نعاود هذه الانت نتاعها هذه باش تعطيني 5 لكن لنا شوفوا ركزوا لنا هي مش واضحة لا محالة اما عمل لك بوان شو عمل لك بوان لهنا اللي هو يقصد بها بوان زيرو بتركيز زيرو يعني تي تريي 3 في 2 باش تعطيني 6 ونزيدوها 5 باش تعطيني 11 15.0 مع 11 باش تعطيني باش تعطيني 26.0 واضح اللي هي فلوت والا ريال اكتبوا اللي تحبوا انتم ده اللي بعدها لاروندي نتاع 14.36 لاروندي نتاعها هي 14 ما تسألونيش كيفاش لأني فسرتها الجمعة اللي فاتت في الفيديو وإلا أول سيونس دونك اللي مشو فاهم يرجع للفيديو الجديد في اليوتيوب تو يفهم إيش معناها أروندي الأروندي لهنا باش تعطيني 14 وعندي قوس لهنا 7 مع 14 قديش باش تعطيني 21 21 ديف دو واحد وعشرين ديف دو قديش باش تعطيني يعني واحد وعشرين قديش فيها من اثنين عشرة دونك الريزلتا نتاعي ديس اللي هي التيب نتاعها ان ب العملية اللي بعدها عشرين أكبر من عشرة في الواحد ونص ب عملية الضرب هي الأولوية لها هي دونك عشرة في الواحد ونص قديش باش تعطيني 15 هل أني العشرين أكبر من 15 فري دونك باش تعطيني ترو لهنا والتيب نتاعها سيتي دو تيب بول يعني بوليان واضح باهي الاليان تاع العشرة عشرين لي فالور لي نجمو يكونو شنو هما عشرة حداش اثناش اعطي مثال مثلا انا باش نحط اثناش اثناش هاذيك التيب نتاعها شنو ان سيتانونتي لي بعدها أليان تاع العشرة عشرين كيف كيف نفترضو أعطيتها 17 المثال نتاعي هل أكثر أكبر فالور شنو ينجم يكون لهنا هو العشرين ولا نفترضو اخترت أكبر فالور هو العشرين هل أني العشرين أكبر من 30 لا فوق دونك باش تعطيني فولز التيب شنو دو تيب بول اللي هي بوليان الاخرانية شنو عندي؟ عندي لاروندين تاع لابياس ومن بعد زادها راسين كاري دو سيس اش قلنا نحنا في الراسين كاري؟ في الراسين كاري قلنا راي اش تعمل؟ ترجع لي كرييت دونك باش ترجع لي كات وان زيرو اللي ما يعرفش علاش ترجع لي هذا رجعوا لي الكور باهي ولا الابياس ما نجمش نخدم لاروندين كان كي نخدم لابياس نتاع موان 12 فيرجينور دونك لا بيس نتاع هذه اش تعطيني 12.9 ولا الروندي نتاعها قداش باش تعطيني 12.9 باش تعطيني 13 13 مع 4.0
باش تعطيني دي 7.0. دونك النتيجة لهنا دي 7.0 برشا غلطوا فيها، اللي هي دو تيب لو مش اونتي. ارجع للكور تو يقول لك في لينونسي، هاي باش نرجع للكور لهنا ال ويني لي فونكسيون اللي قريناها، ما هي الراسين كاري ريتورن راسين كاري دا نومبر اللي هي شفتو لهنا 6، رجعت 4.0 ترجع لك ريال ما ترجع لك اونتي. دونك هنا دي 7.0 لان ترجع ريال. شكون عنده سؤال؟ الراسين كاري، راسين كاري اللي ترجع لك ريال راسين كاري. التروازيام التروازيام مش قلنا عندنا شنو؟ عندنا لاروندي بتاع 14.36. لاروندي باش تعطيك 14، هذه لاروندي باش تعطيك 14، وباش نجمعها مع السبعة اش تتولي لي؟ 7 مع 14 تجيني 21. 21 كي نقسمها دي بدو 21 قسمة الإقليمية 21 على 2، 21 قداش فيها من 2؟ 10. دونك النتيجة 10. ها هو 10. بي شكون عنده كيستيون؟ جاوبنا عليه، علاش 4.0؟ قريناه الحصة اللي فاتت وجاوبنا عليه. بي صافي كملنا توا التيب، حكينا على التيب بوليان المرة اللي فاتت. توا باش نتعادل ليكزارسيس 11. إكزارسيس 11 اللي ما فهمش حاجة يعمل كروة على اللي ما فهمهاش، إن شاء الله آخر سيونس نسمعكم ونعاود لكم شنو أنا فهمتوش. باهي إكزارسيس 11 يا جماعة، أنا قلت لكم اللي ما فهمش حاجة يخلي آخر سيونس باش باش نخليكم تسألوا كل واحد. هذا خدمناه بيه، خدمناه نفكر خدمناه بيه. طيب باش نعدوا مالا للتيب كاركتير باهي. التيب كاركتير يا جماعة اش معناها التيب كاركتير؟ معناها أي حاجة في الكلافيه بشرط أنك تقرص مرة واحدة. اش معناها؟ حط يدك على الكلافيه اقرص على أي بوتون مرة واحدة، وما يهمنيش فيه الكاركتير هذا، ما يهمنيش فيه الان ينجم يكون كما ينجم يكون الفابي يعني حروف، كما ينجم يكون الحروف هذه تنجم تكون مينسكيل ولا ماجسكي، كما ينجم يكون ارقام من 0 ل 9، كما ينجم يكون دي سامبول. ها هو شفت الرمارك لهنا، قال لك الرمارك كما تشوفوا لهنا تفرج اهي ان كاركتير بوتيتر الفابيتيك يعني ماجسكيل ولا مينسكيل يعني A B C D شيفر من 0 ل 9، والسمبول مثلا إتوال بلس إيكال بوان بورسون ب. لهنا ملاحظة لهنا أي كاركتير راهو لازم تحط واحد دو كود وإلا سامبل كود، واضح يا جماعة؟ يعني أنت راهو الكاركتير راهو لازم تحطو أونتر دو كود ولا أونتر سامبل كود. ب شنو الملاحظه الاخرى اللي قالك؟ الاولانيه ما قالك ان فاريابل دو تيب كاركتير دو كونتينير ان سيل كاركتير، هذه حكينا بها، قلنا الكاركتير راه لازم تايب تاعو واحد، معناها ما فيه كاركتير واحد. الملاحظه الثانيه قال لك ينجم يكون سامبول ولا ارقام ولا دي زالفادي. الملاحظه الثالثه قال لك شاك كاركتير بوكسيد ان نيميرو كون ابيل كودسكي. ليه هذه هامة تقربها اللي هي قالك أي كاركتير شنو عنده؟ عنده ما يسمى بالكوداسكي، رقم يعني، رقم يعني أنت كي تقول أ راك قلت 97 ها
هو الكودا سكيل بتاع الامن سكيل 97، الكودا سكيل بتاع الامن سكيل هو 95. منين تجيبهم هذوما؟ تمشي تدخل للانترنت تكتب كودا سكيل، كودا سكيل طيب يعطيك دبلو كودا سكيل تهبط اي تصويره تلقى التصويره تاعها الكود سكين ناس مش واضحه. هذا نجيب لكم واحده انا هذا لهنا مثلا. شوف لهنا مش تتشد هذا الكل لو باش تحفظ بالطبيعة، شوف باش تحفظوا الكود سكين تاع الا مثلا تاع الامني سكين وين ويني لهنا مش عاطيك تابلو كامل شوف هذا وإلا تترسينا نشوف الكور نتاع لحظة مانيين سكولير نتاعكم اللي مش كنت تخدموا بيه كور ماركتينغ بس تلقوا في الكتاب من تالي نجم نحطه هو في دي ال كوليج هذا مثلا دوزيام موجود هنا انا كان واضح لكم في المعين سكولير كان هبطه لحظه ضربته ليه في اخر تبسيط يعني تلقوه في اخر لوكتين ليه يا جماعة؟ نمشي للكتاب من الآخر، أنا أفتكره، ليه؟ شفتوا لهنا؟ لأن شفت الـ A لهنا كاركتر A من اسكي لي، هنكبر شوي، الـ A من اسكي لي لهنا كاركتر، كود اسكي نتاعها شنو؟ 97. الامج سكيل كان ناخذ 3 شوي او الزيد مال الزيد مين سكيل خذ تاعها 122 الامج سكيل خذ سكيل تاعها 65 الزيد مال سكيل 90 دونك انت شنو تحفظ؟ جيست الامج سكيل 65 الامج سكيل 197 ولا الشيفر نتاعنا هاي الشيفر 0 يبدا من 48 هذا ما تحفظ مش تحفظ 48 و 49 لا شد انه زيد ماجسكي الاماجسكي تبدا من 65 الاماجسكي تبدا من 97 والزيرو الارقام تبدا من 48 فهمت ولا دونك شنو باش تشدوا انتم لهنا لا او عطيهم لك في اللي نوصي لهنا هاي ملاحظه هذه اماجسكي 65 الاماجسكي 97 والزيرو 48 علاش قلت لكم هكا لانك عن طريق الكاركترات الاولانيين هذو تنجم تطلع انت البقيه كيفاش شوف مثلا انت لهنا انت لهنا اش عندك عندك امج سكيل 65 يعني البي ماج سكيل قديش يعني البي ماج سكيل زيد بلس 66 السي ماج سكيل 67 واضح العمليه كيفاش تطلعوها لي سامبول ما عندكش ما تنجمش ما تنجمش لي سامبول ما عندهمش مش منظمين كيما هيك الامين سكيل 97 دونك البي من سكيل قديش 98 وانت ماشي السي من سكيل 99 وانت ماشي الصفر 48 دونك الان بطبيعة صفر دو كاركتير الان شنو
49 الدر 50 وانت ماشي زاد وين توصل لنا واضحة العملية. دونك اي كاركتير لو عنده سيتا كي نحكي لكم مستقبلا نقول لكم شنو الكود اسكي. الكود اسكي هو الرقم اللي ترمز به الكاركتير معين. هذه كانك خلنا نعطيكم مثال باش نسهل لك. انت كشخص السلام عليكم صافيرة مرحبا بي هذا هو نمرو يا انت كلمني بعثي مساج على الواتساب ليه هلا لا لا عادي هلا بارك الله يستر سلام عايشة مش قص يا جماعة تمش كنت طبي تمش كنت طبي ما قصش ما قصش ولا تم لا 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 هاد شيء يا جماعة يرحمون بي كي يطلبني واحد اللايف يحبس فهمتوا تو قص هاد شيء بي دونك اللي حبيت نوصل لكم انه اش معناها كود اسكي. انت كشخص شنو الايدونتيفيون تاعك بطاقه التعريف هذاك يتسمى الكود اسكي نتاع نتاعك. لهنا الكاركتير ما عندوش بطاقه تعريف عنده كود اسكي نفس الشيء يعني الايدونتيفيون تاعو. فهمتوا توا شنو هو الكود اسكي؟ يعني نحن باش نشدوا انه اي كاركتير عنده كود اسكي عنده الايدونتيفيون رقم يتسمى كود اسكي. به لي فونكسيون كيما عملنا لي فونكسيون بري ديفيني يا جماعه على لي تيب نيميريك اللي هما اونتي و وال اونتي والريال. توا لي تيب نيميريك لي فونكسيون بري ديفيني على التيب كاركتير. شنو عندنا لي فونكسيون بري ديفيني على التيب كاركتير؟ عندنا دو فونكسيون هذوما اللي هي الاور و سي اتش اي سهلين بربي يا جماعه. تقولوا لي وقتاش نبدو في الكوره نتاع الباك لهذا الكوره نتاع سبعه ترى الكوره ذا الكوره هذا راكم تقروا فيه في الباك يعني هذا راكم باش تعدوا عليه زاد راه مش وجهي من الويد سبحان الله. ليه نواصلوا يا جماعه نواصلوا الاورد و سي اتش اي شنو الفرق ما بين الاورد و سي اتش اي؟ الاورد تعمل لك هاي الرول نتاعها دونج كود اسكي دي كاركتر سي. نحن شقلنا اي كاركتر عنده كود اسكي تحب تطلع الكود اسكي نتاع الكاركتر هذاك استعمل فونكسيون اورد سهله برشا. دونك انت كي تكتب اورد بي ماجسكيل شقلنا نحن الا ماجسكيل قداش 65 البي ماجسكيل قداش يعني 66 هاو نحط لك ال 66 الاورد نتاع الان. نحن نعرفوا ان الاورد نتاع الزيرو الكاركتير زيرو قديش 48 ولا دونك اللي بعدها قديش 49 ها هو 49. دونك الاورد شنو الرول نتاعها؟ تطلع لك الكود اسكي نتاع الكاركتير اللي تعطيه له واضحه في بالي. السي اتش ار العكس السي اتش ار تعطيها عدد وهي تعطيك الكاركتير اللي الكود اسكي نتاعو هذاك. شفت عكس الاورد الاورد اش تعطيه؟ الاورد تعطيه انت كاركتير وهي تطلع لك الكود اسكي. السي اتش ار تعطيه انت العدد وهي تطلع لك الكود اسكي هي تطلع لك الكاركتير او انه في الرول كاتب لك دون الكاركتير ايون الكود اسكي ان. ايش معناها؟ مثلا اعطيتها 48 شنو 48 كاركتير 48 الكود اسكي بتاع انا كاركتير بتاع الكاركتير 0 ال 65 الكود اسكي نتاع شنو؟ نتاع الكاركتر ا. واضحه العمليه يا جماعه؟ شكون مش فاهم الى السي اتش ار والاورد راهم هامين لي فونكسيون هذ. البقيه فاهمين؟ به نواصل تو باش نتعدل التيب شين دو كاركتير
التيب شيند وكاركتير نحن ايش قلنا تو؟ قلنا الكاركتير هو شنو؟ هو انك تقرص على الكلافيه مره واحده، ولازم الكاركتير يتحطوا اونتر دو كود، واضح؟ دونك الكاركتير لازم التاي نتاعو ان سيل كاركتير، تايو واحد ما يفوتش الكاركتير واحد، ولازم اي كاركتير تحطوا اونتر دو كود، وكل كاركتير عنده كود اسكي. باهي هذه حاجه. الشين دو كاركتير شنو هو تو؟ الشين دو كاركتير اش قالك؟ ان فاريابل دو تيب شين دو كاركتير تو كونتينير ان انسومبل دو كاركتير. اش معناها؟ معناها راه مش كيما الكاركتير تحط كاركتير واحد تحط فيه كلمه باراجراف، المهم ان انسومبل دو كاركتير يعني يبقى اخرس كيما قد ما تحب على الكلافي، واضح؟ الملاحظه الثانيه، إن شين ديد إتين شين أيون أ لونجر إتيكال أ، لهنا نحطو صفر. كي نقول شين ديد معناها راهو شين فارغ، خلنا نكتبها هذي لهنا. جماعة تابعوني، لهنا شنو باش نكتبو؟ لهنا نحطو صفر، إش معناها دو لونجر إتيكال أ زيرو، يعني صفر اللونجر، إش معناها شين ديد؟ مثلا نجي نقول لك إكس إيجال نحل الكود ونسكر كود، يعني دوب الكود لاصقين في بعضهم، مثماش إسباس مثما حد شيء، هذا يتسمى شين دي، إيش معناها؟ راهو فارغ، واضح؟ مسجل مسجل الحصة وتو نهبط على اليوتيوب، باهي اللي بعدها لانديس دو بريمي كاركتير دي شين إي، أول كاركتير لانديس نتاعو صفر زاد، واضح؟ خلنا نفهم واش معناها أول أنديس، شو يقصد بها الأنديس؟ خلنا نعطيكم مثال يا جماعة، مثلا الشين نتاعي اللي باش نخدم بيه هنا تو، هو كلمة الشين نتاعي شنو هو؟ سي هاش رسوا بار، كلمة بار 2025، إيش معناها أنديس؟ لانديس معناه كل كاركتير لانديس نتاعو شنو؟ أول كاركتير انديسو صفر، الأ واحد، السي اثنين، عندي إسباس لهنا لانديس نتاعو تروار، ال 2025 هذيك اثنين أربعة خمسة، كل مرة تزيد واحد ستة سبعة، يعني أي كاركتير يا جماعة، أي كاركتير باش يعطيك البوزيسيون تاعو كل كاركتير، مثلا الكاركتير بي البوزيسيون تاعو في الشين هي زيرو لانديس نتاعي، يعني اول كاركتير كي نعني كي نقول لك اول كاركتير انت حط في مخك انه لانديس نتاعو صفر، مش هو مش لانديس نتاعو اندون، هذه تتسمى انديس، هذه تتسمى لانديس دولار، لانديس نتاع الكاركتير بي. بي الا دي لانديس نتاعها شنو؟ واحد. السي لانديس نتاعها دو، الاسباس حتى الاسباس راهو ستان كاركتير، لانديس نتاعو تروا دو، لانديس نتاعها كار، دونك لهنا كي نجي نقول لك افيشيلي الكاركتير لانديس كار، افيشيلي نكملو ان شاء الله نص النهار، افيشيلي اش معناها افيشيلي؟ معناها ظهر لي على الاكرون الكاركتير لانديس كار، يعني الاصل دو، كيفاش باش تطلعها؟ باش تكتب اسم الشين نتاعك اللي هو اسمه سي هاش، اونتر دو كروشي، شنو باش تحط؟ لانديس نتاع الكاركتير قداش؟ قلت لك كاتريام، لهنا اش عمل؟ سي هاش دو كات هو شنو؟ هو في الكاركتير دو، واضح؟ يعني كي نجي نقول لك هنا السانك هذا الاخراني، السانك الكاركتير سانك شنو هو؟ اش تكتب لي؟ تكتب لي سي هاش دو البوزيسيون تاعو قداش؟ سبعة، دونك يقول لك سي هاش دو سيت هي نقصد بها الكاركتير سان، بربي يا جماعة اللايف قاعد يقص ولا يا جماعة اللايف قاعد يقص من عندي معناها كونيكسيون ولا شنو؟ معناها المشكلة عندك، المشكلة عندك يا مادام الكونيكسيون عندك معاه مريضين، ليه؟
زي امريكي الامريكي نواصل دونك لهنا فهمتوا كيفاش معناها كي نجي نطلع انا الكاركتير مثلا سي اش نكتب؟ نكتب اسم الشين نتاعي كاركتير الثالث اهو سي كيفاش نطلع؟ نكتب اسم الشين سميته سي هاش اونتر كروشي الى نديس نتاع الكاركتير سي قداش؟ دو دونك سي هاش دو نعمل به كاركتير سي واضح؟ علاش حبيت نوصل المعلومة؟ لا لا قصدي انا قلت لكم ما شكون طلبني التليفون به نواصلوا لهنا ريمارك pour concaténer grouper des chaînes de caractères on peut utiliser l'opérateur plus اش معناها concaténer كي تسمعوا كلمة concaténer اش معناها اش معناها لحظة نحط الملاحظة هذه concaténer معناها باش نلصقوا ليه اش معناها كونكاتيني شفت لهنا مثلا انت عندك الكلمة هذه كلمة بروج وعندك الكلمة الثانية هي بيتون وجيت حطيت ما بينتهم نحب نلصقهم في بعض في شيء وجيت حطيت ما بينتهم عملية الجمع بلوس الاديسيون نحنا كي نعرفوها في العادة بلوس هذيك يا جماعة واحد مع اثنين مثلا في الـ مع لي زيليمون نيميريك معناها لي تيب نيميريك مع لي زونتي ولا لي اش تعمل لنا تجمع لنا ولا شكون باش تعطيني التروا ولا مي على لي شين دو كاركتير كيفاش عرفت شين يعني لانه ثم دو كود من هذا كيتسمى شين دو كاركتير والا مع لي شين دو كاركتير البليس اش تعمل بلس اش معناها عندي النتيجة متاعي كي نكتب هكاك باش تعطيني شين واحدة فوسطها كلمة بروج لاصقة فيها بيتون واضح يا جماعة دونك شنو تعمل كويس مع لي شين باش تلصقلي تلصق يا جماعة تلصق لي شين مي لهنا علاش عطتني تروا لأني خدمت على دو نومبر عدد مع عدد وقتاش تعطيني 12 كي نكتبها هك واحد سوفورم دو كاركتير مع اثنين سوفورم دو كاركتير شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 12 سوفورم دو شين دو كاركتير واضح ولا؟ هذي علاش؟ لأني استعملت لي كاركتير لي كاركتير كي نعمل بلوس يلصق ما يجمعش مي إذا استعملت شين وإلا كاركتير يلصق مي إذا استعملت أرقام نيميريك يعني كما قرينا قبل يجمع معايا به يعملش سباس انت راك ما عملتلوش سباس باش يلصق البروب بيتون هذا ما عملتش سباس دونك يلصقهم في بعض اذا انت زدت سباس وقتها كيما لهنا او خلينا نرجع لكم العطية ولا نحن شفت لهنا مش عاطيك في الاكزامبل عاطيك لك في الكتاب البي دي اف عاطيك البروب وعمل النجم تيم وعمل بيتون الريزلتا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني شين واحدة شنو؟ ما بينتها هاك الدوز اتوال حاطهم هو بروب دوز اتوال بيتون في شين واحد بين لا 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 هو اكزامبل راه عاطيك مش لازم دوز اتوال حط اللي تحب اذا انت اش حاب يوصل لك كونكاتيني اش معناها معناها باش تلصق دو شين تروا شين كات شين في بعضهم ولا كاركتير مع دي شين استعمل بليس واضح يعني الشين هذيك بليس شين اخرى بليس شين اخرى يلصقهم لك في بعض هذيك تسمى كونكاتيني ولا جروبي هذا كشين هذا شين مادام اونتر دو كوتك النجمتين دونك سي تان شين اكزومبل بدلو باللي تحب تحط X A B C اللي تحب هذاك اكزامبل راه عطيك يا جماعة اكزامبل تدخلوش بعض اكزامبل سي تان اكزامبل هذاك بي نواصل عطانا اكزرسيس به هي برشا توا باش نفهمو بالاكزرسيس هذا ديما بالاكزرسيس الواحد يزيد يفهم اكثر النجمو ان
نعطيه سباس، حط سباس، حط اللي تحب، المهم هذاك اكزامبل من قلت لك، حط لي حد يجي يفسر لك ويعطيك اكزامبل باش تخدم. ليكزارفيس لولاني اش قالك اون يوتيليزون لي شين سي اش 1 سي اش 2 سي اش 3 وعطيهم لك لهنا بيتون الجو ايتوال 123 و 2023 اش عطي قالك سي اش 1 باش تكمل البقيه يعني سي اش 1 دو زيرو لهنا شنو فيها هي سي اش 1 اول حاجه اش معناها سي اش 1 دو زيرو يعني برمشي للشين سي اش 1 اول كاركتير لانديس نتاعو صفر اش فسرت لكم قبل قلت لكم راهو الكاركتير الاولاني لانديس نتاعو صفر هذا واحد التي اثنين الهاش ثلاثة الاو اربعة خمس ديما وين تخدم على الشين ديما رقم الشين نتاعك كيما واضح كيف كيف لهنا في سياج دو الأ زيرو ال واحد جي اثنين ثلاثة الإتوال هي الرابعة خمسة في الواحد ستة في اثنين إتروا سبعة لهنا صفر واحد اثنين ثلاثة واضح ديما أول عملية رقة لكاركتير نتاعك هذاكم يتسموا ليزانديس نتاع كل كاركتير إيش معنى ليزانديس؟ معناها كي نجي نسألك نقول لك البوزيسيون نتاع الكاركتير مثلا بي في سي اتش 1 البوزيسيون نتاعو في الكاركتير في الشين سي اتش 1 تقول لي راهي البوزيسيون نتاع البي هي 0 البوزيسيون نتاع الاو هي 4 البوزيسيون نتاع الان هي 5 نقول بوزيسيون والا لانديس واضح يعني البلاصه نتاعو في الشين واضح ب نبدو سي اتش 2 دو 4 شنو هو سي اتش 2 دو 4 يعني برا نمشي لي للشين الثاني اللي هو هذا سي اتش 2 دو هاي امشي للاخر كاركتير لي بوزيسيون تاعو كا اهو اللي هو لي توا اش تنكتب يعني لهنا تنحطك الدو كود لانه كاركتير والا شين لازم اونفر دو كود ونحطك لي توا نتاعي النجمه هذيك البوزيسيون الكاتريام اليمون والا الكاتريام كاركتير البوزيسيون لو كاركتير دان ديس كاد دو لا شين سي اتش 2 اللي هو شنو لي توا دي لهنا سي اتش 1 دو 3 سي اتش 1 دو 3 يعني شنو برا نمشي لسي اتش 1 الكاركتير دان ديس 3 شنو اللي هو الهاش اهو 3 الهاش لهنا اللي هي شنو دونك تعمل دو كود وتعمل الهاش نتاعك هذيك اللي تلكم الساهلين طب ب ما تكتبليش يا جماعة يا اس ام ار 123 اونتر دو كود الهاش نتاعك ب توا سي اتش 1 بلس سي اتش 3 اش قلت لكم البليس اش تعمل يسألك يقول لك في اكزاما البليس اش تعمل مع لي شين دو كاركتير والا لي كاركتير تقول له كونكاتيني اش معناها كونكاتيني معناها تلصق لك دو شين دو كاركتير والا تجروبي لك جروبي دونك سي اتش 1 بلس سي اتش 3 اش تعطيك باش تلصق لك سي اتش 1 وسي اتش 3 سي اتش 1 اش فيه بيتون دونك اكتب دو كود اكتب كلمة بيتون ولصقها فيها سي اتش 3 اللي هي شنو 2023 لصقها فيها 2023 واضحة العملية يعني لهنا لصق الدوشين في بعض تو باش نتعدى لهيك السي اتش 1 دو زيرو شنو هو اول يعني الكاركتير دان دي زيرو في السي اتش 1 شنو اللي هو البي باش نكتب دو كود اول حاجه بي ماجيسكي من بعد باش نلصق فيه بالبلوس باش نلصق فيه سي اتش 2 دي زيرو سي اتش 2 يعني الكاركتير دان دي زيرو في السي اتش 2 اللي هي الكاركتير ا دونك باش نلصق ا ماجيسكي بلوس سي اتش 3 دو 2 يعني باش نمشي لسي اتش 3 الكاركتير دانديز 2 شنو هو اللي هو 2 اهو واضح ولا يعني باش تجيك 2
ونسكر كده الكود ده الاخرانية مش نعمل concatenation ما بين CH2 اللي هي شنوة ألغو إتوال 123 دونك نعمل دو كود هكا ألغو نكتبها كما هي الشين 2 إتوال 123 باش نلصقها في شنو في كلمة أنفو بعدها دونك وراها بالضبط نعمل كلمة أنفو من بعد باش نلصق سي هاش 1 دو 0 واش معناها نشيل لي سي هاش 1 أول كاركتير شنو نتاعو اللي هو دالي زيرو شنو اللي هو تي جي تي ماجيسكي من بعد باش يلصق لك سي هاش 1 دو 1 نمشي لسي هاش 1 الكاركتير دانديس 1 اللي هو الانجريك وصاي وتسكر دو كوت نتاعك تجينا البو ايتوال 123 ان فو تي ماجيسكي انجريك واضح يا جماعه شكون عنده سؤال لهنا شكون مش فاهم حاجه هاي يا جماعه بي اللي ما حضرش اللي ما حضرش يا جماعة يتفرج من بعد على اللايف إن شاء الله كي نهبطوا على اليوتيوب تو يلقيه يتفرج عليك يعني معناها ما ضاع هاد الشيء بي كيما عندنا دي فونكسيون بريديفيني على لي تيب نيميريك وعلى لي كاركتير عندنا في فونكسيون بريديفيني على لي شين دو كاركتير كما تشوفوا لهنا في تابلو لازمكم تفهموهم وتحفظوهم بالطبيعة اللي هما لي فونكسيون بريديفيني على لي شين دو كاركتير سير لو تيب شين دو كاركتير باهي حتى اللي قبلها مش ناقصين في الأهمية كل أهمية ليه؟ لأن سانتاكس الالغوريتميك باش يعطيك الفونكسيون باش يعطيك اون الالغوريتميك من بعد باش يعطيك بيتون من بعد باش يعطيك الرول ومن بعد باش يعطيك الزوم باهي يا جماعه باش نحاولوا نخدموا لي فونكسيون هذو من بعد باش نعطيكم ليكزارسيس طيب اكزارسيس 13 باش تخدموه اكزارسيس 14 اكزارسيس 15 اكزارسيس 13 14 و15 باش تخدمهم في الحصة الجاية باه اللي ما فهمش حاجة من بعد انا باش نكمل توا حتى نص لي فونكسيون هادو باش نحاول الماكسيموم نكمل و دوب ما نكملو تو نعطيكم الكلمة اللي حاب يتكلم يدخل ديست ويسألني اللي حاب نجاوب نعاود نفسر ان شاء الله باه الفونكسيون لونج اش تعمل سهلة برشا اللي هي الفونكسيون اول حاجة الفونكسيون لونج هادي نفترض عطيتكم يا جماعة الشين متاعي سي هاش حطيت فيه باك 2025 البي دي اف موجود في الجروب السي هاش اللون باش تعمل ديال الزون le nombre de caractères de la chaîne CH معناها تعطيك اللونج الفونكسيون لونج تعطيك قديش موجود من كاركتير في الشين سي اتش كي نحسبوا نحن قديش من كاركتير هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة كاركتير يعني كي تكتب أنت لونج سي اتش قديش باش تعطيك باش تعطيك سبعة علاش؟ لأن الفونكسيون لونج تحسب لي قديش موجود من كاركتير وسط الشين نتاعي واضح لونج مثلا اعطانا في الاكزومبل لونج بروج تي ار او جي قديش من كاركتير هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا اربعة دونك هون نعطيك اربعة سهلة على الاخر ما تبداش من الصفر لان هذيك لي زانديس نتاع لي كاركتير يعني انت باش تحسب قديش من كاركتير فرقوا بالنسبة كي نحن كي نقول لك اعطيني الانديس نتاع الكاركتير تبدا من الصفر يا جماعة مي في اللونج ما تبداش من صفر انت باش تحسب قديش من كاركتير كيفاش تقول لي الكاركتير صفر
لا كي نقول الاندي زيرو نقصد الانديس نتاع الكاركتير. مي انا قلت لك احسب لي قداش من كاركتير، تحسب لي 1 2 3 4 مش 0 1 2 فما تو بي هذه لونغ. دونك الفونكسيون لونغ تحسب لي قداش من كاركتير في الشيء، قداش موجود فيه من كاركتير. الفونكسيون الثانيه اللي هي بوز، مثلا هو اش عطيك في الاكزامبل نتاعو هنا، عطيك الاو اول حاجه تجي لك الرول نتاعها دون لا بريمير بوزيسيون دو سي اتش 1 دون سي اتش 2، يعني باش تعطيك البوزيسيون تاع سي اتش 1 هل انه موجود في سي اتش 2 ولا باش تدوج عليه تعطي ليه. كلمني على على التيك توك ان شاء الله، ابعث لي مساج تاعهم في اخر بوقت ان شاء الله. باهي نواصلوا لهنا. كي نجي ندوج مثلا في الاكزامبل اللي عطيه لنا هو عطاني الكاركتير او، اول حاجه اش قلت لكم في الشين نتاعك، اول حاجه رقم لي زانديس نتاعك ما قبلتكش، مش ما قبلتكش، التيك توك بلوكاني من كثرة المساجات الموجودة في التيك توك. نجي نرجع لجماعة نوصل حتى نرجع 50 شخص 60 شخص يبلوكيني التيك توك، نولي نبقى نتفرج توا أكثر من 150 مساج موجودين. معناها اللي يقول لي ما رجعتلوش راه مش هنا ما رجعتش، ما نجمتش نرجع عليه. باهي أول حاجة قلت لكم لي كاركتير نتاعك نتاع الشين ترقمو، أول حاجة صفر هذيك واحد الأو، هذيك الأو الثانية اثنين، والتي ثلاثة. واش قالك لوجلي؟ قالك لوجلي على الأو ولا وين موجودة الأو؟ هاي أول أو موجودة لهنا، وعندي أو الثانية، وهو اش قالك في الإكزارتيز أو في الفونكسيون؟ دون لا بريمير بوزيسيون، تعطيك البلاصة الأولى مش الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. نعنا عندنا أو معاودة مرتين، باش يعطيك البريمير بوزيسيون اللي هي هيك، مش باش يعطيك الثانية. دونك الريزلتاج ترجع لك الأنديس نتاع الأو قداش؟ واحد. دونك هاوني واحد عطاك. ناخو إكزامبل أخر، رقمنا لأنه نحكو على لي زانديس، باش نحسب لك في ال قداش من كاركتير. كي نحسب لك قداش من كاركتير تبدا من الواحد، مي في البوزيسيون نحكي على لي زانديس، الأنديس نتاع الكاركتير فلاني صفر واحد اثنين. باهي لهنا فنعطيكم مثال أخر، نجي نكتب لك بوز مثلا الكاركتير أ من هنا ماجسكي ترتيب كلمة باك وإلا هك. شنو باش نعمل؟ أول حاجة قلت لكم رقموني لي كاركتير، هذا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. باهي نمشي نلوج على الكاركتير أ من سكي هنا، موجود ولا موجود؟ وي اهو الانديس نتاعو قداش؟ تروى. دونك البوز هذيا باش ترجع لي بوزيسيون تاع الارم ولا تروى. باهي نفترضو توا عطيتو عطيتو هيك، عطيتو ليكزومبل اللي بعدو بوز مثلا ا بي فيرجيل هاش الشين هذاك لهنا، باش نلوج على الشين AB هذا، باش نلوج عليه وسط الشين الأخر، هل أنه موجود؟ مش موجود، دونك باش ترجع لي موانزا. إذا ما لقيتش الشين الأول سي اتش 1 هذا يتسمى، إذا ما لقيتوش لهنا في سي اتش 2 شنو ترجع لي؟ ترجع لي موانزا، يعني راه مش موجود. كان لقيتو ترجع لي البوزيسيون تاعي، فوالا سي. دونك لهنا وقت اللي هو موجود ترجع لي البوزيسيون الاولانية مش الثانية، الاولانية بالكل. علاش قلت لك الاولانية؟ لانه كتبت لك بريمير بوزيسيون، بريمير بوزيسيون
اللي هي مثلا كانت عاودت برشا مرات تطلع لك اول بوزيسيون على الضغط. باهي هذه بالنسبه للبوز. شكون عنده سؤال على البوز هنا يا جماعه؟ شكون مش فاهم؟ شكون مش فاهم البوز؟ إذا كنت مش موجودة، هل أني الآ موجودة في ال هل أني الآ هل أني الآ بي موجودة في الشين هذاك؟ إذا مش موجودة خرج لك موازنة، لوج عليها أنت الشين آ بي مش موجود، دونك ترجع لك موازنة. وقت العملية يا جماعة التليفون باش يتيح شارج وما حدش يشارج لي لحظة تبدا في بلاصة كذلك يقول لك دوزيام. لا لا ما يقولكش دوزيام، هي اصلا دوني لا بريمير بوزيسيون، تعطيك كان بريمير بوزيسيون. حاجتكم بالثانية تشوفوا لها حل. بالنسبة لي أنا نفسر توا في ال الفونكسيون تاع هذيك مستقبلا نجيو نخدمو في ليزيكزارسيس الواحد وقتها تو نقول لكم الثانية كيفاش نعملو. مبدئيا أعطوني حاجتي بالأول أنا فونكسيون قاعد تفسر دي دي فونكسيون بريديفين من غير ال فرضا ابي موجود يعطي الفونكسيون تاعك يعني باش نعطيك مثال قلت لي مثلا كوز نعطيك مثال في كوز قلت لي ابي دوري الشين باش نحكي حاج ابي أنا موجود. باش أول حاجة باش ترقم نتاعك صفر واحد اثنين ثلاثة ولهنا أبي موجودة لهنا ولا موجودة دونك منين تبدأ؟ تبدأ أباتير من بوزيسيون دو دونك باش ترجع لك دو فوالا ترجع منين باش تبدأ الشين أبي في الشين الثاني لأنه عندك دو كاركتير أنت أبي منين باش تبدأ مش باش يحط لك دو تروا لا باش يحط لك منين باش تبدأ الأبي تبدأ أبارتير من بوزيسيون دو تليفون قاعد يطيح 13% مش قاعد يشارج ان شاء الله حضرتك بربي ممكن سخن ولا حاجه تدخل يعني تصل تنسكر اللايف ونعاود نحلو من جديد استنوني لحظات برك لعل يرجع يشرج باهي يا جماعة بالضو زعما راني قاعد نخدم بيهم نشرجي ما نعرفش لا لا مش قاعد يا جماعة راني باش نسكر اللايف ثواني ونرجعكم معناها باش نسكر نخرج ونعاود ندخل من جديد استنى ضرب ولي ما عادش يشارج ولا كارج سكرتها ورجع يتشارج بيه خلنا نستنى نشوف جماعة جديد في لحظات ليه الميكرو تسمع فيها ماما؟
هذا لا استنى استنى فنكملوا ساعة لي فونكسيون ساعة من بعد تو اسكرو في المكتب ان شاء الله. ليه الفونكسيون كوز حكينا فيها تو الفونكسيون اللي بعدها الفونكسيون فونكسيون سي هاش سهلة على الاخر. الفونكسيون هذي شنو تعمل؟ الفونكسيون هذي يا جماعة جست تحول لك عدد لشين دو كاركتير. واضح كيفاش تعاون العدد مشان دو كاركتير؟ مثلا انت عندك ارقام 125 كي تكتب كوم في هاش 125 شنو باش يبدلك؟ باش يولي لك اونتر دو كود 125 يولي لك سوفورم دو شين دو كاركتير. واضح هذه شنو تعمل الكوم سي هاش؟ يعني تحول لك عدد سوفورم دو شين. مهنيش في ريال عدد يعني نوعيته التيب نتاعو انتي ولا ريال. المهم تحطه لك انتر دو كود اللي هي الكومب سي هاش تاع. واضح يا جماعة؟ واضح المعلومة؟ باهي هذه بالنسبة للكومب سي هاش. بالنسبة للفالور أو العكس نتاع الكوم سي هاش يا جماعة، الفالور هي العكس نتاع الكوم سي هاش. اللي عنده كيستيون يخليه من بعد يحط حصة ونجاوب لكم إن شاء الله. الكوم سي هاش قلنا تحول الشين، الفالور العكس. شفت مثلا نحنا عندي الان نتاعي هو 125 كي نكتب كوم في هاش ان اونتر بارونتيز شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني لا شين 125 ولا حولتو لي سو فورم دو شين. واضح؟ دونك لهنا نفترضوا كتبت فالور لا شين 125 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني تحولهولي لي العدد. دونك الفالور اش تعمل؟ عكس الكوم سي هاش. الكوم سي هاش اش تعمل لنا يا جماعه؟ تحول لي عدد الشين، الفالور تحول لي شين العدد. واضحة الفكرة ولا؟ دونك الكوم سي هاش أويني؟ خلينا نرجع للكوم سي هاش. كونفرتير أن نومبر ديسيمال أون شين، يعني تحول لك عدد الشين. والفالور العكس، كونفرتير إن شين أون فالور نيميريك، تحول لك العدد. تو زيد ليكزومبل اللي عطاه لك لهنا. كوم سي هاش 123 شوية. لا شين 123 بدل فورم دان شين. والفالور الفالور نتاع شين حوله لي العدد اش يولي؟ لا شين 12.9 اش يولي؟ اش يولي لي ان نمبر 12 ونات يعني 12 بدل نات. باهي هذه هي الفونكسيون فالور والكوم سي هاش والكوز واللون. باش نتعدوا توا استينين فونكسيون لي بعد اس تي ني. اللي عنده كيستيون يخلي لاخر سيونس مش باش نجاوب على الكيستيون انت وخليه نكمل ساعة من بعد كنجاوبكم مجمع. باهي شو قلنا لهنا؟ قلنا الاس تي ني هي في البيتون شتولي سي هاش بوان از ديجيت. هذا باك تكنيك وباك مات وباك سيونس يا جماعة. السيكسيون نكون إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله. نعم. الأس تينين قلنا شنو تعمل؟ وقتاش تعطيك بري؟ قال لك دون بري سي لا شين إن كونفرتيبل إن فالور نيميريك سينو إلي دون فو. إيش معناها؟ الأس تينين تعطيك بري وقتاش؟ وقت اللي السي هاش يقبل يتحول عدد. إيش معناها؟ شوفوني تابعوني مثلا السي هاش باش نعطيكم شنو فيه؟ فيه لا شين 125 ديما في الاكزامبل نتاعي. كي نجي نكتب اس تي مين سي هاش ال 125 الشين هذا نجم تحولوا العدد ولا نجم؟ دونك تعطيك بريك. علاش عطيتك بريك؟ لانه كي نحولوا العدد ولا الشين 125 شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني النيميرو 125 يعني نجمت نحول. دونك اس تي مي مادام نجمت نحول العدد تعطيني بريك.
باهي ولا باهي. نحو اكزامبل اخر، مثلا 125 نعطي نحط جنبها كاركتر ا مانسكيل ولا كاركتر مانسكيل ولا اللي تحبوا انتم، المهم كاركتر والا مش عدد سامبول كاركتر الفابيتيك اللي تحب تحط اي حاجه، المهم مش رقم. باهي كي نجي يا جماعه لهنا نحول السياش هذا 125 ا، نجي نحاولوا صفورهم يعني عدد، نجم نحاولوا عدد ولا ما نجمش؟ علاش؟ لأن فما كاركتر أ ما تحولش للرقم، دونك الباس تي مش تعطيه فوق، فالكل لي راك ما نجموش نحاولوا هذاك العدد. علاش؟ لأنه فيه كاركتر ألفابيتيك ما يتحولش للرقم، دونك باش تعطيه فوق. باختصار كانوا العدد سي هاش، كانوا سي هاش يتكون كان من ارقام، ارقام فقط، الاي اس تي ترجع لك بري، كانوا فيه سي هاش نتاعك في حاجه بين الارقام يعني زرفاتيه كاركتير يا دي سامبول، الا الاي اس تي ترجع لك فوق. واضح العمليه ولا راني اختصرتها؟ الاكزامبل الاولاني لهنا اي اس تي نتاع 2592، الشين هذا يتكون من ارقام برك ولا اي، دونك هاوني رجعت لي. في المثال الثاني عندي اسباس لهنا اللي هو مش رقم، هاو لهنا في ما بين 98 و 25، مادام ثم حاجة مش ارقام ترجع لي فوق. واضحة العملية؟ دونك اذا الشين متاعي متكون موجود فيه كان ارقام ترجع لي بري، كان فيه سمبول الفابيتيك اي حاجة غير الارقام ترجع لي فوق. هذه هي صحيح، لازم يتكون الشين من ارقام فقط باش الاي اس تي ني مش تعمل الاي اس تي ني ترجع لي بري، سينو ترجع لي فوق. واضح؟ باهي يا ودي، حتى اذا فيه فاصل ولا حاجه ترجع فوق، لازم ارقام فقط. ب يزينا لهنا ولا نزيد نكمل؟ قداش ما زال 4 دراج؟ خلوها للاسف حتى التليفون زاد قص في الشارج. باهي ما زلت لنا الحصة الجاية إن شاء الله السوشين والنفاس والمجيز. هو نأخذ لي في الاكزرسيس هذا نأخذ لي فونكسيون القرينة، حاجة مش مقارنة من غير لا تقنوها عادي ما قالكش. أخذ لي زيكزرسيس 13 14 اي 15، واضح؟ باهي جماعة اللي حاجة باش يدخل جيست مرحبا بك. تو نهبط لكم على الجروب سيونس الجاي. شكون عنده سؤال يا جماعة؟ الاكزرسيس موجودين على الجروب. ليه؟ شكون يحب يطلب جيست يطلب باش نجاوب على الكيستيونات نتاعكم. الحصة الجاية مازالت ما قررتش وقتي، شون برانسيب نهار الاثنين كالعادة، شون برانسيب نهار الاثنين كالعادة. باهي، يا ريما،